اهلا وسهلا مشاهدينا، نواصل مدنا المباشر برفقتكم. لا شك انه احنا بنعيش ظروف استثنائيه وصعبه في السودان تنعكس على كل المجالات وابرزها تماسك الوطن، وهذا التماسك يحتاج لاراده قويه ويحتاج لعمل جاد حتى انه نقدر نغير كثير من الظواهر المجتمعيه التي اصبحت تطفو على السطح في الفتره الاخيره. ابرز الكراهيه، خطاب الكراهيه اللي بقى ممتد في منصات التواصل الاجتماعي، يعني احنا ما عايزين نلوم شخص بعينه، كل المجتمع السوداني هو يكون حريص على تماسك الوطن ونهضته المنشودة. هذا الخطاب بقينا نشوف في الفترة الأخيرة في منصات التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة جدا، وأصبح برضو على لسان بعض المسؤولين بين هلالين، يعني في الفترة الأخيرة أثار كثير جدا من النعرات القبلية والاحتراب القبلي اللي أصبح منتشر في بعض مناطق السودان. للحديث عن هذا الموضوع لأولويته ولأهميته نناقشه في صباح الشروق مع بروفيسور فكري كباشي الأمين، الأستاذ الجامعي وعضو بوزارة التعليم العالي ولجنة الجودة بمجلس الوزراء. أهلا وسهلا بك، صباح الخير. أهلا وسهلا، ألف مرحب بكم. التحية والتقدير لكل مشاهدي قناة الشروق، والتحية للأخ العزيز الأستاذ حمزة وأيضا الأخ الأستاذ عبد الوهاب، وأتمنى أن نتناول هذا الموضوع المهم في هذه السانحة التي قد تكون ما هو مفيد للمجتمع السوداني. الله يكرمك. طيب بالنسبة للجودة، من آخر تعريف، والجودة هي النواة الحقيقية لتأسيس أي عمل يعني ولإتقانه بالشكل المطلوب، قدر كيف مهم أنه نجود في عملنا تجاه الوطن بشكل خالص بعيدا عن المصالح الضيقة؟ طبعا أنت دلبت لي حتة حساسة جدا، اللي هي الجودة في الحياة العامة مطلوبة، هي الجودة في أحدث تعريفاتها هي عبارة عن إرضاء المستهلك، والجودة هي أيضا عمل الشيء الصحيح بالطريقة الصحيحة في كل مرة، من هذه المرة وفي كل مرة. هذه يمكن يكون مفهوم عام بالنسبة للجودة. والجودة نحن أيضا بالنسبة لنا كناحية تأصيلية هي شيء مطلوب حتى في الموروث الإسلامي والديني، من عمل عملا فليتقنه، فالإتقان هو جزء كبير جدا من مهم في الجودة. والجودة هي مسؤولية كل إنسان، ليس مسؤولية شخص معين في مستوى أعلى أو مستوى أدنى، إنما أي فرد داخل هذا المجتمع هو مسؤول من الجودة في أن يجود ما هو لديه من عمل عليه من نشاط. بروف، نحن ما دارين نغير، دارين نتكلم ونضغط على الجرح عشان نقدر نعالج المشكلة الرئيسية اللي بقت متجذرة في كل مجتمعنا السوداني. أنت بتشوف بداية إنه خطاب الكراهية اللي أصبح منتشر في الفترة الأخيرة السبب الأساسي له شنو عشان نعالج جذور المشكلة الرئيسية؟ يعني. طيب نبدأها من البداية في تعريف خطاب الكراهية. هو خطاب الكراهية ممكن يكون عن طريق الكلام، ممكن أن يكون عن طريق الكتابة، أو عن طريق السلوك، أو عن طريق الإشاعات والإيماءات. فهذه بتكون جزء، والعامل الأساسي فيها عامل الجهل أو عامل غياب مستوى الوعي. فالجودة بتبدأ بطرق قد تكون بسيطة كما هي عندنا الآن، بتكون في شكل إثارة نعرة عرقية أو جنسية أو نعرة دينية، وغالباً أو قد تكون من خلال التحكم السخرية من الآخرين. وتطور هذه العبارات البسيطة في أشكالها، إذا كان سلوك أو إذا كان عبارات، إلى أن تصل للحتة التي تنتقل إلى العنف في تبرير الكراهية. قد تكون ضد فرد أو قد تكون ضد مجموعة أو ضد جماعة لديها معتقد معين أو فكرة معينة. فبالتالي نحن الجودة يمكن يكون الحتة بالنسبة للتحريض أو غياب الكراهية، حتى الآن هو في طور التكوين، لكن لابد يتم وأده في مهده قبل أن يتطور ويصير. دائما النار تأتي من مستصغر الشرر، فيمكن تكون زي ما ذكرت في أنه هذه فترة مناسبة في وضع المبضع على الجرح قبل أن يتفاقم. طيب بروفيسور، أنت ذكرت في حديثك أنه دائماً خطاب الكراهية بيجي للأشخاص اللي ما عندهم وعي كافي، إذا قدرنا أنه نسمي المسمى ونجيره إحنا، يعني بعيداً عن الجهل. في ناس متعلمين وبوعي كافي ولكن يدسوا السم بين الجمل في خطاب الكراهية، حتى على صعيد بعض الناس اللي عندهم يد يعني على مقاعد مسؤول ما، يعني عشان يلقى هدف رئيس في ظل ظروف صعبة ويعكر صف العملية. فده أنت بتفسر شنو؟ طيب هي طبعا نرجع للبداية تاني، في أنه هو بيبدأ بهذه المظاهر، ولكن يجد في النهاية من هو ذوي الغرض الذي يحول هذه اللهجات التهكمية أو هذه النعرات الضعيفة أو إثارة الغبن تجاه الآخرين، ويبدأ يستغلها لتحقيق أجندة خاصة، وهذه هي مربط الفرس. يعني هنا يمكن يكون احنا الان
بدأت هذه المظاهر تظهر الآن في تلغف بعض المسؤولين أو سيزاد بعض الناشطين في الحديث بهذه اللهجة التهكمية بمرامي عرقية، بمرامي إثنية، بمرامي دينية، أخلاقية، سياسية وأنصون. وهي البداية، وكما ذكرت في إنه لا زال هذا الأمر لم يتطور إلى طور العنف، ويمكن تكون الخطرة القادمة هي الأكبر. إذا رجعنا لخطاب التراخية، في نجد أنه خرب التراخية في النهاية أدى إلى تطهير العرقي وأدى إلى الإبادات الجماعية. إذا رجعنا ما بعد الحرب العالمية الثانية وما حدث بالنسبة للأرمن، وأيضا ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية بالنسبة للهولوكوست اللي هي الحزب النازي ضد اليهود مثلا، وفي العصر الحديث 94 ظهرت رواندا اللي هي حصل فيها تطهير العرق إثنية معينة، وأيضا ما حدث الآن في بورما ضد المسلمين وأنسون. فنحن حتى الآن لم ينتقل لمرحلة العنف. لا بد انه يؤمد او يبد انه يكون في هذه المرحله يتم معالجته ومخاطبته بزياده الوعي حتى لا يستغل من قبل اخرين ويتطور الى يصل لمرحله العنف. طيب بروفيسور فكري، يعني عشان نبني جيل صحي متزن ولازم بالضروره نرجع لسلوك التربيه والحوار في ظل الظروف اللي نعيشها الان، قدر كيف برضه مهم انه ننشئ جيل صحي يتقبل الاخر من خلال الحوار الاسري اولا؟ هذه تبدا من البيت. الابوين لابد انه يراعوا هذا الامر، يعني يمكن تكون زمان كان يقول انه الاب الهاوي والاب المحترف، لكن الان احنا عندنا في ده في المجتمع الغربي، لكن احنا في بالنسبه كمجتمع مسلمين فاي اب هو اب محترف، بمعنى انه لابد انه يراعي المساواه بين ابنائه ولا يفرق بيناتهم لا اي شيء لون البشره ولا غيره ولا غيره. وهذه تبدا من التربيه من المنزل، دي المرحله الاولى. مرحله ثانيه بخش معاك المؤسسات التعليميه في المراحل المبكرة. صحيح. للتعليم لابد أن يتم العمل على إسقاء روح التعامل مع الآخرين وتقبل الآخرين كما هم من غير تعديل فيهم، ثم ينتقل لمرحلة ثانية للجامعات من خلال أنشطة الله صفية التي تؤدي لخلق درجة من التمازج والتعاون بكل مكونات المجتمع من غير سخرية من الآخرين وهكذا. فهذه المزرعة تبدأ من المنزل ثم تتطور إلى أن تصل مرحلة الجامعة. يعني إذا كان في تأسيس متين من البيت، هل ممكن نضمن إنه الشخص ده اللي تم تربيته بصورة سليمة عن طريق الحوار والانفتاح عن الآخر ما ممكن يتحول؟ يعني هل الحاجة دي مكتسبة؟ خطاب الكراهية دي مكتسب يعني من المجتمع؟ نحن بدأنا من الآخر، لكن ممكن نبدأ من البداية. يعني إذا كان تحدثنا عن الجهات التي يمكن أن تحارب خطاب الكراهية، هي أربع محاور أو أربع دوائر. الدائرة الأولى هي البيت، الدائرة الثانية طوال هي الدولة من خلال سن القوانين التي تحارب مثل هذه التصرفات الجانعة. بمعنى أنه برضو هي نقطة مهمة جدا في أنه الدولة تضع قانون، لكن هذا القانون ينبغي أن يكون فيه هدفين أساسيين. الأول هو أن لا يتعارض مع حق الإنسان في التعبير، يعني لابد أن نفرق بين حق الإنسان في التعبير والاعتداء على الآخر. حق الآخر هذا أمر مهم جدا بالنسبة للدولة. والحالة الثانية القانون نفسه غير كافي في محاطبة أو في محاربة قطاع أو في محاربة الكراهية، لابد يكون في جهة تانية اللي هي في الدولة تتمثل في وزارة الثقافة والإعلام أو الجهة الإعلامية مثلكم، هي بث الوعي من خلال الأجهزة المختلفة كرسائل ممكن تكون متواصلة، ليس هي تكون جرعات خفيفة. أيضا من خلال الموروث الثقافي اللي هي في إتاحة الفرصة للإعلام لكل مكونات المجتمع، ما يكون غاصر على جهات محددة. كل إنسان يلقى نفسه داخل هذا الإعلام، هذا الإعلام الرسمي، وأيضا في الإعلام غير الرسمي. أيضا بالنسبة للمجتمع المدني اللي هو يتمثل في أول شيء يتمثل في وزارة الثقافة فيما يتعلق بالمسرح، المسرح القومي. هذا المسرح القومي كان له دور كبير جدا في إسقاء روح التعايش المدني بين المجتمع في فترات السبعينات، لابد يتم إحياءه مرة أخرى، ويمكن يكون فيه جانب حكومي وجانب أخرى. الحالة الثانية اتحاد الأدباء، يعني الآن ظهرت مجموعات فكاهية كثيرة جدا بدأت من غير ما تعي تتحكم في بعض القبائل أو بعض الجنسيات والإثنيات وهكذا من أجل المزاح ومن أجل الترفيه، لكن هذا الأمر خطير جدا. خطورته زي ما ذكرت في البداية ممكن يتلغف شخص آخر ويحوله إلى خطاب كراهية، لكن إذا كان تم تحويل هذا الأمر لتسامحي لأدب قصص تكون تبث من خلال الإعلام من خلال المسرح القومي، يمكن يجد هؤلاء الشباب الذين يتولوا هذه الجماعات الفكاهية يلقوا نفسهم فيها. لكن الآن الفراغ أدى في أنه الإنسان بيشعر أنه هذا شكل من أشكال الترفيه الذي يقدم، ويمكن يكون شاهدتها في أجهزة الإعلام مباشرة، بعد كل احتفال يكون في نكات وكلها بتكون في هذا الجانب على اللوسة. هي لو ما كان عندها بعد، إذا كان هو من باب
يعني الفكاهة، عندها رسائل مبطنة أحيانا قد يفهم الشخص الآخر زي ما ذكرت أنت ويستخدمها في تفاصيل أخرى. طيب على الصعيد الموجود الآن يعني كثير من الاحتراب القبلي والموت المجاني بين هلالين في كل مناطق، بعض المناطق في السودان، بتبدأ بمشكلة صغيرة وبتنتهي بدمار كلي للشخصية أول حاجة لفقدان الأرواح ولفقدان المأوى والمسكن وللهجرة، وعندها أبعاد كثيرة. أنت برأيك الحاصل ده بتعزيه ولا شنو بيزاوي الشوفة؟ طيب أنا تحدثت الآن عن ثلاثة أطراف، عن الأسرة هذه ولا عن الدولة وأيضا عن المجتمع المدني، فضل النقطة الرابعة اللي هي الناشطين السياسيين، وهؤلاء يلعبون دور كبير جدا في العمل على خلق الدرجة من التسامح والتصافي والتعافي بين كل مكونات المجتمع الذي ينتمي لهم كأحزاب سياسية. وهذا الأمر كان قديم موجود، يعني روح التسامح بين السودانيين كان بين كل القبائل، بين كل الإثنيات، بين كل الأديان، كان موجودة طيل الحقب الماضية. ولكن صار الآن قد لا يكون هم سياسيين ظاهرين أو قد لا يكون هناك جهات معلنة، لكن في ناس كما ذكرت في البداية لسه السم داخل الدسم، وبدت هذه المسائل لابد تحارب وتؤد في مولدها. يعني هي ده العيب ده بقى على هؤلاء الناشطين أو هؤلاء الغادة في بالنسبة للمكونات السياسية المختلفة، وتستغل هذه المسائل لحق مكاسب آنية من غير الالتفات للمضار التي قد تكون في المستقبل. يمكن يكون هذا طرف مهم جدا، لابد أن يكون الخطاب السياسي خطاب عقلاني، يكون خطاب يتناول المشاكل الأساسية، لابد يتناول جوانب التنمية ولا يعزيها فقط لأن يكون هنالك التهميش والتعريف وهكذا. فالسودان كله مهمش، كل الناس حتى داخل هذا الخرطوم تجد مناطق في الأطراف ليس فيها خدمات. لابد أن الناس تعرف أن هذا الأمر هو لغياب التخطيط على مستوى الدولة، وليس هو مقصود به جهة معينة أو جهة أو إثنية معينة أو منطقة جغرافية معينة، لكن هذا كان نتيجة لغياب التخطيط الاستراتيجي، وكان هذا هو الهدف الأساسي الذي يقوم عليه الجانب الخاص بالطرح السياسي، أنه يتبنى خطة قومية تتناول كل المشاكل التي داخل السودان، كل إنسان داخل السودان يجد نفسه داخل هذه الدولة ويعيش مكرم داخلها ويجد ما لديه ما يطلب من خدمات، إذا كان في السكن في المأوى، ما يكون الماء الشرب النظيف والهواء النقي الذي ينبغي أن يكون كحياة كريمة لكل إنسان. طيب بروف فكري كباشي، أنا عايز أسألك من زاوية وإنت عضو للجودة بمجلس الوزراء، معروف إنه لو كان في تكامل بين الشعب والدولة منقدر نكبح كثير من الأمور اللي بتطفو على سطح في الذات في الفترة الأخيرة. أنا بس دار أسألك في النقطة بتاعت توحيد الخطاب السياسي، لأنه في تضارب حتى على الخطاب السياسي حتى على صعيد قادة الدولة، ده بينشئ فتن أو خطابات كراهية في الفترة الأخيرة بين الشعب نفسه. بقدر كيف مهم إنه نوحد في خطاباتنا السياسية حتى على مستوى الدولة، إنه نحسب لأي كلمة بتتقال للجمهور؟ هي لابد يتم العمل على إيجاد القواسم المشتركة، وأول هذه القواسم هو حق أي إنسان أن يعيش داخل هذه الدولة إنسان مكرم له كافة الحقوق في المساواة وفي العدالة، فأن يعيش داخل كل بقعة. هذه أول قاسم مشترك بين كل الشعب السوداني. الأمر الثاني الحق في إبداء الرأي من غير المساس بحقوق الآخرين واضطهادهم. الحياة الثالثة الحق في أن يكون قيادي في أي منصب داخل هذه الدولة اللي هي ديمقراطية الحاجة الخاصة بالتوظيف، وبناء على اعتماد مبدأ الكفاءة والكفاءة الكومبتنسي بالنسبة للفرد حتى أنه يشغل أي من هذه الوظائف. إذا وضعنا هذه الثوابت أو هذه القواسم المشتركة بالتالي الناس كلها تراضى عنها، فما بكون هنالك إشكال إن شاء الله في المستقبل. ما النقاط الخلافية تؤجل ولكن لا تلغى، ممكن تخاطب في مرحلة لاحقة، لكن لابد الآن الاتفاق على القواسم المشتركة كثوابت أو كمعايير الناس كلها تلتفها حولها، ثم بعد ذلك انتقال لمرحلة ثانية اللي هي نحو الفرعيات التي حولها اختلافات. طيب على صعيد الموجودين الآن في الحياة العامة ممكن يتم محاسبتهم يعني، ولكن في الإعلام الجديد اللي أصبح انتشاره بصورة كبيرة جدا وانتصار النار في الهشيم، يعني إذا كان في أي خبر يطلع من أي موقع إخبار أو صفحة على منصات التواصل الاجتماعي، في قوانين بتاعت معلوماتي نعم، لكن تفعيل هذه القوانين ليس بالصورة المطلوبة، عشان كده بنشوف التمدد الكبير ده. أنت بزاوية شوفك الناس اللي بيثيروا النعرات القبلية والخطاب بتاع اللفظ حتى إذا كان بين الجمل، المفروض يحصل شنو في التوقيت ده بالذات حتى على صعيد الجهات المسؤولة؟ الأمر الأول هو تفعيل القانون، تفعيل القوانين وبطريقة صارمة في كل إنسان يتجاوز الخط الأحمر بالنسبة
إذا كان عن طريق الغول باللفظ أو عن طريق الكتابة أو عن طريق السلوك. الأمر الثاني أرجع مرة أخرى لزيادة معدل الوعي داخل المجتمع السوداني، وهذا يبقي عبء كبير جدا على أجهزة الإعلام، فإن لابد أن يكون مثل هذا النقاش يكون مستمر ولا يكون هو انفعالي لوقت معين، لابد أن كل الأجهزة تتصدى لهذا الأمر من خلال بث الوعي الآخرين. الجامعات والمؤسسات المختلفة برضه هي عندها دور كبير جدا من خلال دور الجامعة الآن، ليس فقط العملية التعليمية والبحث العلمي، أيضا هو خدمة المجتمع، خدمة المجتمع تكون من خلال بث مثل هذه الغوافل التي تتحدث عن التسامح والتصافي بين أفراد المجتمع. وكذلك بالنسبة للمجتمع المدني نفسه، منظمات المجتمع المدني الآن كثيرة جدا، صحيح، لكن ليس فقط هو بناء الإنسان، هو توفير الغذاء والكساء فقط، لا، توفير درجة عالية من الوعي في النازحين في المعسكرات أو إذا كان في غيرهم، لابد أن يكون هناك وعي وتنشيط لفهم معين في إنه أهمية الإنسان كإنسان أن يعيش داخل هذه الدولة إنسان مكرم ولديه نفس الحقوق، ولكن حتى المسائل الاضطرابات الموجودة الآن والاختلالات الموجودة لا تعزى لمسائل مربوطة بالكراهية، لا، هي قد يكون سوء في التخطيط أو سوء في التقدير لدى المسؤولين، لكن هذه لا تعالج إلا في إطار التخطيط الشامل الاستراتيجي للدولة ككل. طيب بروف، يعني بالعادة نحن في السودان عندنا الجودية دي منتشرة والعماد والمشايخ، يعني حتى على صعيد مشايخ الطرق الصوفية ومشايخ القبائل هم دائما بيحاولوا انه يضعوا النقاط على الحروف ويلموا كثير جدا من المشكلات الممكن تحدث في مناطقهم، ولكن مع انتشار خطاب الكراهية حتى على صعيد القبائل والتمييز ما بيناتهم، أنا دارس السؤال من واقع برضو خبرتك كأستاذ جامعي ومن واقع زاوية شوفك اللي بتشوفه الآن، مخاطبة أي بلد على حسب موروث الثقافة اللي ذكرته كبيري، إذا كان مسرح الجمهور أو مسرح الشارع أو التبادل الشيء الثقافي، أحيانا السياسة ممكن تفرق، يعني أنا ممكن ما أسمع رأي مسؤول لكن ممكن أسمع رأي فنان أنا بحبه، المطلوب شنو، لأي مدى ممكن الحاجة دي تأثيره يكون باقي وممكن تعالي كثير من الإشكاليات بالذات في التوقيت ده؟ أيوة، يمكن تكون هي الاجتماع نحو فكرة معينة، يعني يمكن تكون، يعني يمكن يكون إذا أخذنا مثلا بعد الطرح اللي هو ممكن يكون طرحي مثلا زي الطرق الصوفية لديها مفاهيم معينة تجمع حولها مجموعة من الأحباب والأتباع والآخره، قد يكون جهة ثانية تتبنى فكرة أخرى في المساواة، قد تكون فكرة إلى آخره، ولكن الانتقال من الأشخاص للأفكار، الانتقال من الولاء المطلق للولاء للبرامج، يعني حتى الجهات السياسية الآن لو انتقلت من المرحلة بتاعت المرحلة الضحلة اللي تمثل في الانضمام أو جمع عرقيات معينة في إطار واحد، فانتقلوا لمرحلة أكبر في أن تكون فكرة تستوعب إثنيات متعددة، تنسب دينيات متعددة، أديان متعددة، تنسب ثقافات متعددة، كلها تكون داخل فكرة معينة، فممكن تكون فكرة هي، وهذه الفكرة لابد تبنى حول رفاهية الإنسان نفسه، الإنسان السوداني، يعني الإنسان السوداني الآن هو واقع بين نارين، اللي هي بين اكتواء الحياة الآن الحاصلة فيه والآن وما يعانيه من شظف العيش، وبين تطلعات الجهات اللي كان مفروض تكون هي قيادات ومفروض تبني له مستقبل زاهر ومستقبل ممكن يكون له ولأبنائه، لكن الآن في غتامة، فلو انتقال من الحتة بتاعت الانتماء الشخصي للفكرة، هذه ممكن تكون إحدى النقلات الكبيرة التي قد تقود السودان لما هو أفيد. طيب في أقل من دقيقة، بخصوص المناهج الدراسية والزمن تغير، يعني المناهج ما حتظل ثابتة مع متغيرات الزمن وعقول الناس، يعني والطفرة الكبيرة بيجينا نشوف في الفترة الأخيرة، قدر كيف برضو مطلوب إنه ندخل في مناهجنا؟ طيب المناهج أنا أديك لها مجموعة من الاشتراطات، الشرط الأول هذه المناهج لابد تراعي التغير في التطور في العالم، هذه المناهج لابد تراعي خصوصية المجتمع السوداني، هذه المناهج لابد تراعي قدرات الطالب السوداني، إذا توفرت فيها هذه الثلاث صفات فيتغير إنه حتكون عندها مناهج تؤدي لتطوير المجتمع. أنا مقدر جدا حضورك صباحا بروفيسور فكري كباشي الأمين الأستاذ الجامعي وعضو بوزارة التعليم العالي ولجنة الجودة بمجلس الوزراء، كثر خيرك على حضورك صباحا، وإن شاء الله نلتقيك عشان نفصل أكثر في مساحات قادمة، مقدرين، شكرا كثر خيرك، شكرا.